هي تاني مرة بجيب لنا اخبارية كاذبة، وبصراحة سيادة الكومندان ناوي يلفق لك تهمة ويحبسك. الله وكيلكم يا سيدي، الله وكيلكم. شفتهم بعيوني هدول بدي اكلهم الدود عم يفوتوا السلاح على البيت. لك لكون شفتهم بالمنام. لك إلا سيدي عن حال. قال مجنون يحكي وعائلي اسمع. لك شلون شفتهم عم يفوتوا سلاح على البيت قبل صلاة الصبح ونحن بعد 4-5 ساعات فتشنا البيت وما لقينا في شيء؟ شلون؟ والله ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. بس سيدي خلص انا بدي اعوض لكم اياها. ايوه وشلون بدك تعوض لنا اياها؟ هذا يا سيدي في عنا واحد بالحاره في عنده طبنجه من ايام العصملي. مين هو؟ سيدي قبل ما اقول لك مين هو في لي عندك شرط. شو شرطك؟ انه بعد ما تمسكوا بيجي انا بتواصل له بتقوموا انتم بتطلعوا. ايه مو مشكله. مين هو؟ ابي سيدي. ابوك؟ ايه نعم سيدي ابي. ابي في عنده طبنجه من ايام العصملي مخبيها عنا بالبيت، حاططها فوق على سقيفه بالصوبيه القديمه. لا عم بقلبك ما عندلك. عم تفسد على ابوك؟ انا بعمري ما شفت غلطه من هيك. مقبوله منك يا بيت، مقبوله منك. بس انا يا بيت في لي مصلحه من ورا الشيء. وشو مصلحتك؟ سيدي اولا بكسب رضا الكومندان، وثانيا اهل الحاره صارين عم يشكوا فيني، هيك ما عاد حدا بيشك فيني بنوب. وثالثا؟ ثالثا سيدي عم يصير بده رصه، بس مثل ما قلت لكم ها بعد ما تجيبوه سيدي بيجي انا بتواصل له وبطلعه، ما بدي حدا يهينه عندكم. الله يخلي لي اياك. عن اذنكم سيدي. تفضلوا على المضافة شرف. لا لا ما معنا خير. هتقوم بدكم يعني مش هدلكم على بيت شي حدا؟ لا ما في شي من هذا النوع. خير لك نشوفي. جاي نفتش بيتك مختار. يعني شو قصة؟ والله جانا امر بمكتب الكومندار انه عندك سلاح بالبيت. سلاح؟ انا عندي سلاح. اعوذ بالله. السقيفة تبعكم وين؟ السقيفة ايه بسيدي؟ بعرف تشلي يا سيدي. هذا اكيد شي واحد بكرهنا ومخبر علينا هيك. هاي الطبنجة سيدي. الطبنجة هات لشو؟ وهي شو عم تساوي عندك مختار؟ ايه تذكرت. هي الطبنجة لقيتها من زمان بالبير هون عندنا بالبيت. مصدية وخربانة، عطيتها لابني صفوان مشان يلعب فيها. شوف سيدي شوف. شوف شلون مصدية وخربانة؟ اشرف معنا مختار. لوين؟ الله وكيلك هي جايتي من الضيعة. كنت هنيك من الصبح بالأجر. اشرف معنا اشرف. خير شوفي؟ لحظة شوف لك يا صفوان. لك يا صفوان يا ابني. حبوك. لك يا صفوان. لك تعي يا ابني الحقني. الحقني يا صفوان. شو بدك من صفوان؟ يا صفوان. امبارح كنت عم تدعي عليه. اليوم صار ابنك وحبيبك. لك تعي يا ابني الحقني. الحقني يا صفوان. انت عدنان ويلاتي؟ لا لا مو انا، مو انا. معناتها هاد. قوم يا عم قوم. تفضل عم تفضل. قلنا من الاول انك مدعوم. مكتب الكومندان شخصيا وصانا فيك. جوعان شي؟ ايه هلا منجيب لك عجل. بتنام هون اليوم، صاحب التخت اخذ مأذونية بتنام محله. إذا بدك أي شيء بتندهلي. آه الله. يا ابني. دخيلكم يا الله. يا الله دخيلكم. عم تسرق دجاج يا واطي. والله بحياتي ما سرقت دجاج، والله ما سرقت صوص. لكن شو عم تسرق؟ يا ابني. غسيل؟ وينه؟ لك ولا غسيل. لك دخيلكم يا الله دخيل. يا واطي لقطوك بابن الدجاجة. لك شو كنت عم تسرق بابن الدجاجة؟ اخ يا رجلي. عم تصلي؟ اخ يا رجلي. لك تاخذ على حريمك يا بيه، تاخذ على حريمك. كم دجاجة صرت سارق؟ يا حرام علي نظري يا بيه، يا حرام علي نظري يا سرقت. والله ما سرقت يا رجلي. يا رجلي. دخلت. اخ يا ربي. احترامي يا ربي. فوت الدار. اخ يا ربي. اخ يا رجلي. اخ يا داري. اخ يا ابنا. اخ يا رجلي. اخ يا رجلي. اخ يا امي. اخ
مين هذا؟ هذا حرامي الجاه سيدي. الله وخيرك يا سيدي، بحياتي ما سرقت صوص جاج. يعني لو كنت حرامي كنتوا حطيتوني مختار. حرامي جاج؟ نعم سيدي، وعمل حاله مختار كمان. ومين قالكم ساووا فيه هيك؟ حضرتك سيدي. بعدين بيستاهل، ما خلى جاجة بالشام كلها. كل يوم تجينا عليه شكوى سارق 10-12 جاجة. لك يا بني آدم، هذا الزلم اللي وصيتكم فيه؟ سيدي سألناه وهو قال إنه مو هو عدنان ويلاتي. أنت أبو صفوان ويلاتي؟ إيه لا سيدي، الله وكيلك ما بعرف. شبه؟ أخ يا سيدي أخ، الله وكيلك، الله وكيلك، طول الليل قضيتها بالفلقة. شو هالحكي؟ مع إنه أنا وصيتهم ما حدا يمد إيده عليك. الله وكيلك يا سيدي، الله وكيلك. ساعة يقولوا لي حرامي جاج، وساعة يقولوا لي حرامي غسيل. بسيطة بسيطة. اقعد على الكنبة. أخ كتر خيرك. أخ يا سيدي أخ. أخ يا ربي أخ. أخ يا ربي أخ. هالطبنجة هي، منين جايبها؟ ادخل. احترامك. هاي جزاتي يا سيدي. هاي جزاتي اني فضلتكم على ابي هيك تنحشوني بالحبس. صفوان الله يغضب عليك، الله يقصف عمرك. لك يا ريتني خلفت كلب وما خلفتك يا كلب. لك تفو عليك يا بي. الله يغضب عليك. عدنان خلصنا بقى. روح الله لا يسر لك. عدنان روحي شوفي شغلك حاجه. روحي. لك شبكي شبكي انت الثانيه. وعد بادر ابننا قدام الصانعه. لك قدام الصانعه؟ لك رجل الصانعه اشرف من ابنك. خلصنا يا ابي، مشان الله خلصنا. يعني عم بقول لك ورطوني وما حسيت على حالي الا بعد ما قلت له. ها سمعت؟ هن ورطوا. هن ورطوه؟ يا بي اعطيني ايدك لبوسة. لخات راسك لا مشقه. الله وكيلك ما كان قصدي انك تتبهدل يا بي. ما كان قصدك؟ لكن شو كان قصدك؟ فهمني شو كان قصدك؟ خلصنا يا بي خلصنا، هيك الله راد. يعني قصة كلها قضاء وقدر وانت زلمة مؤمن. خلصنا عدنان، خلصنا سامحه. هي رح يبوس ايدك، شو يعمل يعني؟ اخ يا رجلي اخ، اخ يا رجلي اخ. يا بي اوعى تجيب سيرة لحدا من اهل الحارة، ها يعني مو حلوة بحقك يدروا انه قاطعينك. فلا خايف على حقي مو هيك؟ والله معه حق صفوان، مو حلوة يدروا اهل الحارة انه اكلت فلقة وتورموا رجليك. اخ يا رجلي اخ، لك اخ يا رجلي. سلامة رجليك، ان شاء الله بتقبر امك. قبر امي؟ قومي ولي قومي، نلعي من خلقتي احسن ما اشمطك فركف. أمي أخ يا رجلي. لك أنه أنت بس فهمني شو اللي نيمك هني؟ يعني ليش ما رجعت مع أبي والشباب اللي رجعوا من الليل؟ لك مو الشباب قال بده ينامه بالضيعة، قام قلت لحالي بنام معه، قام عملوا فيني دين مقلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل خالي تفضل. عود خالي عود. خير خالي؟ شو من رجليك؟ الله بيجعوني شوي. لك صحيح محجوب ما قلت لي. شو هالفصل اللي عملوه فيك الشباب هني؟ لك شو فصل؟ قعدنا عند الجماعه وتعشينا وشكلست امورنا على 24. إيه؟ حطينا راسنا ونمنا. اخوك ابو محجوب دحل نومه ما لها حل. بفيق الصبح ما بلاقي منه ولا واحد. رايحين وتاركيني. ايوه. لك بس ما شفنا حدا منهم اجى الحارة. ما هيك ابن ما؟ ايه بلا بلا. شو هالحكي؟ لك هلا وين بكونوا راحوا؟ لك ايه والله من حقق ابن ما، يعني قلتك لوين بيكونوا راحوا؟ لك انت شو بدك فيهم؟ بدنا نطمن عليهم يا بي، ولاد حارتنا. لك يمكن راحوا على الكسوة. على الكسوة؟ دخلك شو في بالكسوة؟ ما بعرف، بس سمعت العقيد ابو فهد عم يقول له لابو شومان انه بدهم يطلعوا بعد الجنازة على الكسوة، بس ليش بدهم يروحوا؟ ما بعرف. ايه
يلا لحنا بالاذن. الله معكم. شرف ابو محجوب. لوين؟ لك قوم يلا خلصني على المحل. شرف على المحل شرف. روح. شرف. لك خالي ليش قلت له لصفوان انه الشباب راحوا على الكسوه؟ ليش شو عليه خالي؟ بركي نروح على سريه والعقيد ما بده حدا يعرف. ايه معلش خالي معلش، صفوان ما له غريب. روح يا ولد التتر جيب لنا اثنين قهوه. حاضر معلم. لا لا انا ما بدي. منهم واحد. أنا بدي روح خسر، بدك شيء؟ لا سلامتك أبو محجوب، روح خسر روح. يلا سلام عليكم. وعليك السلام. الكسوة لك. إيه. شو عليه؟